بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا شباب في دروس التربية الإسلامية. والآن وصلنا إلى الدرس الثالث في الوحدة الثانية. الدرس الثالث في الوحدة الثانية. إيش عنوان الدرس؟ أمامكم العنوان الوضوء. شوفوا صورة هذا الولد، هذا الولد النشيط الذي يحب الوضوء ويحب الصلاة في المسجد، وأنتم إن شاء الله مثل هذا الولد تتوضؤون وتذهبون للصلاة في المسجد. بعد ما نتوضأ يا شباب ماذا نقول؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا دعاء الوضوء، احفظوا هذا الدعاء، صوروا، وبعد ما تتوضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء جميل ودعاء عظيم. سؤال يا شباب، ما هو السؤال؟ لماذا دعا الإسلام إلى الطهارة وخاصة عند الصلاة؟ ولماذا جعل الإسلام جعل الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة؟ ليش شرط أن احنا نتوضأ عندما نصلي؟ الإجابة أمامكم، لأن الوضوء ينشط الجسم للعبادة، فيقف الإنسان بين يدي الله نظيفا طاهرا نشيطا. تكون نظيف وتكون طاهر وتكون نشيط قبل ما تصلي. النشاط الأول يا شباب من الدرس، هذه الصورة أمامكم، شوفوا هذا الولد النائم عندما توضأ كيف أصبح نشيطا. هذه فائدة الوضوء، عندما تتوضأ تصبح نشيطا. الآن هنا سؤال، وهو عرف الوضوء. ما هو الوضوء؟ عندما نقول الوضوء شنو معنى الوضوء؟ الوضوء تعريفه هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. نستعمل الماء في أعضاء مخصوصة، أي في الوجه واليدين بكيفية مخصوصة، وسنتعرف شلون نتوضأ يا شباب. طيب يا شباب، سنتحدث عن آية، هذه الآية تحدثنا عن الوضوء، سنسمعها من الشيخ، اسمعوها يا شباب. آية تتحدث عن الوضوء، وسنستخرج من الآية أركان وفرائض الوضوء، وكذلك بعد الآية سنتحدث عن حديث يبين مشروعية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن يا شباب سمعنا هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سنستخرج من الآية أركان وفرائض الوضوء. والرسول يا شباب صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني ما يصير أنك تصلي إلا إذا توضأت، فما يقبل الله صلاتك إلا بالوضوء. النشاط الثاني يا أحبابي ويا أبنائي الكرام، سنرتب فرائض الوضوء. يلا يا شباب، ما هو أول ركن وفريضة وواجب من واجبات الوضوء؟ عندنا شوفوا خمس أشياء، غسل الرجلين، هل نبدأ بغسل الرجلين؟ لا. هل نبدأ بمسح الرأس؟ لا. النية، غسل الوجه، غسل اليدين، بماذا سنبدأ؟ سنبدأ بالنية. النية أن تنوي أنك تتوضأ للصلاة. ما يصير أنك تتسبح في البحر، أنت رحت تتسبح في البحر وبعد ربع ساعة قالوا يلا نروح نصلي الظهر، وتقول أنا توضيت في البحر. لا، نقول أنت هل نويت الوضوء هذا للصلاة ولا بس تتسبح وتستمتع؟ إذا كان الاستمتاع ترجع مرة ثانية تتوضأ. هذه تسمى النية، نية الوضوء. إذا رقم واحد النية، رقم اثنين شنو؟ غسل الوجه، رقم ثلاثة
غسل اليدين، رقم 4 مسح الرأس، رقم 5 والأخير غسل الرجلين. وهناك فريضة رابعة أو فرض رابع سادس إن شاء الله سنتحدث عن الفرض السادس والأخير، هذه التي ذكرتها الآية الكريمة، النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما فضل الوضوء؟ الوضوء يا شباب يرفع الدرجات ويمحو الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء يرفع الدرجات ويمحو الله به الخطايا. وكذلك من فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. طيب يا شباب، الحديث الذي فوق هذا الحديث صوروه، ليش تصوروه؟ لأن هذا حفظ عليكم. هذا الحديث الذي أنا أشر عليه بالسهم، شوفوا هذا الذي أمامكم فوق، هذا صوروه لأنه يأتي في الاختبارات. أقول لك أكمل الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال، وأقول لك يلا أكمل الحديث، أن تحفظ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. شنو المقصود بفرائض الوضوء؟ عندما نقول فرائض الوضوء، هذا تعريف الفرض. فرائض الوضوء هي التي لا يتم الوضوء ولا يصح إلا بها، لا يتم الوضوء ولا يصح إلا بها. وهذا الذي أمامكم يا شباب فرائض الوضوء، الذي أمامكم يا شباب فرائض الوضوء: أولا النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء، والثاني غسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والرابع مسح الرأس، والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس والأخير الترتيب. نرتب هذه الأشياء، ما يصير إن احنا نغسل الرجل قبل اليد أو نمسح الرأس قبل الوجه، لا، هذه الترتيبات الذي أمامكم سهلة وميسورة. النية رقم 1، 2 غسل الوجه، 3 غسل اليدين إلى المرفقين، 4 مسح الرأس، 5 غسل الرجلين مع الكعبين، 6 الترتيب. صورها، لأن هذه خلاصة فرائض الوضوء. وسننتقل إلى السنن، هذه السنن التي إذا عملت السنن إن شاء الله بإذن الله عز وجل تؤجر عليها، وإذا تركتها ليس عليك إثم ولا عقاب. ما هي السنن التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ السواك وغسل الكفين 3، وكذلك المضمضة والاستنشاق والاستنفار والتسمية. صوروا هذه السنن: رقم 1 التسمية، تقول بسم الله، 2 السواك، 3 غسل الكفين 3، 4 المضمضة، 5 الاستنشاق والاستنفار. إذن عندنا 5 أشياء هي سنن الوضوء، السنن غير الفرائض. احنا ذكرنا الفرائض 6 والسنن 5. السنن ما هي يا شباب؟ بسم الله، السواك، تستعمل الفرشة أو السواك إذا كان عندك سواك، أول ما تبدأ الوضوء تغسل الكفين 3، تغسل يدك اليمنى مع اليسرى إلى الكفين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. وكذلك يا شباب من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وكذلك التيامن، يعني تبدأ باليمين ثم اليسار. انتهينا يا شباب من الدرس، والآن خلاصة الدرس، الحقائق والمفاهيم، تعريف الوضوء كما عرفنا، ومشروعية الوضوء، وكذلك فضائل الوضوء كما ذكرناها، وتحفظون الحديث، وفرائض الوضوء وهي 6، وسنن الوضوء وهي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.
القيمة. دائما نركز على قيمة الدرس. ما هي القيمة التي نستفيدها من الدرس؟ حب الطهارة. الكل يحب النظافة ويحب الطهارة، والوضوء هو من أحسن الأشياء للطهارة. وما هي المظاهر السلوكية التي نسويها في البيت ونسويها في المدرسة؟ المظاهر السلوكية ألتزم الطهارة وخاصة عند الصلاة. 2، أطبق الوضوء بشكل صحيح وكامل بفرائضه وسننه. نطبق الوضوء يا شباب من البداية إلى النهاية. التقويم، عرف الوضوء. صوروا يا شباب هذه صورة للتعريف لكي تنقلونها إلى الكتاب وتحفظونها. 2، ظلل فرائض الوضوء. ظلل فرائض الوضوء بالقلم الأزرق، وسنن الوضوء بلون مختلف. إذا الفرائض غير السنن يا شباب. احنا ذكرنا فرائض الوضوء 6، والبقية هي السنن. يلا صوروا هذه اللوحة التي أمامكم، صوروها. مسح الرأس فرض، غسل الرجلين فرض، الترتيب فرض، غسل اليدين المرفقين فرض. 4 أشياء من الفرائض، وذكر من السنن 3 أشياء. اللي باللون الأزرق، اللي باللون الأزرق الذين أشير عليهم، هذه تسمى فرائض. فرائض الوضوء 1، 2، 3، والرابعة في الأخير على اليسار. ضع رقم المصطلح أمام التعريف المناسب. شوفوا يا شباب، فرائض الوضوء رقم 1، شوفوا يا شباب، نية الوضوء وفرائض الوضوء والترتيب. ما هي نية الوضوء؟ رقم 1، كاهو يا شباب في النص، هي عزم القلب على فعل الوضوء. إذا ما هي النية؟ احنا قلنا أول ركن وأول فرض من فرائض الوضوء النية. وين تعرف النية؟ رقم 2. نزلنا رقم 1، رقم 1 نزلنا إلى المربع الثاني، هي عزم القلب على فعل الوضوء. ثم فرائض الوضوء نزلنا إلى المربع هذا يا شباب، هي التي لا يتم الوضوء ولا يصح إلا بها. الترتيب، شنو معنى الترتيب أو المصطلح؟ المصطلح والتعريف للترتيب هي فوق تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض. أكمل العبارة التالية بكلمة مناسبة. نكمل هذه العبارات. من فرائض الوضوء شنو؟ النية وغسل الوجه. من سنن الوضوء أو سنن الوضوء، ما تعريف سنن الوضوء؟ هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. تم الدرس يا شباب بحمد الله. أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.